بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبائي في كل مكان، أتمنى من الله العلي القدير أن تكونوا بصحة جيدة وفي أسعد حال إن شاء الله بإذن الله تعالى وعافية. الموضوع اليوم بإذن الله تعالى اللي هو عن صناعة مياه عطرية. صناعة مياه عطرية، صناعة مياه عطرية بتتمثل النهاردة في صناعة ماء الورد الطبيعي في المنزل. صناعة ماء الورد الطبيعي في المنزل، ازاي تصنع ماء الورد الطبيعي في المنزل. في خامات لابد تكون موجودة عندك طبعا، ايه بغض النظر عن اللي بيحصل في المعامل سواء الصغيرة او الكبيرة او المصانع. احنا هنتكلم بطريقة سهلة ومختصرة ازاي ان انت تصنعه في البيت وتحضره في البيت. هيكون عندك اول حاجة ثلج مبروش، ثلج مبروش اهو، ثلج مبروش. يكون عندك ثلج مبروش او ثلج مكعبات، ثلج مكعبات، ثلج مكعبات تكون محضره قبليها عشان هنقول ايه فائدته دلوقتي. يكون عندك ماء مغلي، ماء مغلي، يكون عندك ماء مغلي. يكون عندك طبعا بولات وحاجات تشتغل فيها، ويكون عندك مصفى، ويكون عندك طبعا الخامة الرئيسية اللي هي الورد الطبيعي، الورد الطبيعي اللي هو زهرة الورد الطبيعي اللي انت هتشتغل بيها. وقبل ما نشتغل بنقول الورد الطبيعي دوت طبعا الورد طبعا ايه جابها امبارح، ف يعني ممكن البتلات بتنزل منها وده مش مشكلة، لان انا طبيعي هشيل منها البتلات. الوردة بتتكون من عبارة عن عنق الزهرة، وبعدين اوراق، وبعدين بتلات في الطلع واللي هو والمتاع ده احنا مش عايزين، احنا عايزين البتلات اللي هي الاوراق اللي هي الالوان اللي فيها، سواء كان الالوان اللي هي الحمراء او الالوان البيضاء او ايا كان لوحة نوع اللون او البنفسجي ايا كان لون الوردة دي، اللي هي بتلات الازهار اللي هي بتلات ازهار الورد. هنشتغل ان شاء الله باذن الله تعالى بطريقه مبسطه وسهله. واول حاجه باذن الله تعالى هنعملها اللي هي هنبدا نشيل البتلات دي ونحطها في الايه بوله. يكون محضر عندك بوله وتحط البتلات اللي عندك اللي هي بتلات ازهار الورد اهي، بتشيلها وتكون انت شاري ورد قبليها، ورد طازه، وتحط بتلات الايه الازهار، كميه من بتلات الازهار الورد الطبيعي تكون انت شاريها ومحضرها، وتبدا دي كلها بتلات ازهار الورد وتحطها في البوله اللي ايه اللي عندك دي. دي بالنسبه طبعا تجيب كميه مناسبه عشان تناسب الايه الورد اللي تناسب الكميه اللي عندك. وزي ما اتفقنا ان الورد طبعا اللي انت عايزه منها اللي هو البتلات اللي هي بتشيل او بيكون فيها الريحه او فيها الغدد الزيتيه المسؤوله عن الرائحه، المسؤوله عن الرائحه. يبقى انا كده بحضر البتلات اللي هي بتلات ازهار الورد، بجهزها في البوله اهو، جهزتها في البوله، حطها في البوله كميه تكون معقوله من بتلات ازهار الورد اهي اهي. بحط بتلات ازهار الورد بحضرها، هي طريقه بس بسيطه وسهله. هنتكلم على الطريقه المنزلية طبعا. طرق استخلاص الزيوت العطرية او المياه العطرية طبعا غير الزيت العطري. المياه العطرية في فرق ما بين المياه العطرية او ماء الورد، وفي فرق ما بين زيت الورد. وفي فيديو جاي ان شاء الله هنقول الفرق ما بين ماء الورد وما بين زيت الورد. طبعا دي حاجة ودي حاجة. طبعا المعامل والمصانع بتحضرهم لهم طرق كثيرة جدا مختلفة من مصنع للتاني على حسب الامكانيات وعلى حسب القدرات وعلى حسب التكلفه بتاعت كل مصنع، وبتطلع اللي هي الحاجات دي وخصوصا زيت الورد، لان الاهم في ده كل الموضوع ده كله اللي هو زيت الورد. انا كده بحضر البتلات اهو، شلت البتلات كلها اللي عندي، بتلات ازهار الورد اللي عندي اهي، حطيتها في البوله، بحطها في البوله بتلات ازهار الورد وتكون جايبها. ويفضل انت تكون جايبها طبعا طازه، مستعملها طازه على طول على اساس ان هي ايه بتسهل عملية خروج الزيوت العطرية الطيارة اللي هي موجودة داخل أنسجة الايه البتلات، داخل أنسجة البتلات. طبعا هنا اهو بحط البتلات اهو أو أزهار الورد،
عين، بشيل البتلات بقطعها واحطها في الايه، في البوله اللي عندك. بتلات ازهار بقى، دي بيسموها بتلات، بيسموها بتلات. انا كده خلصت الايه البتلات. بعد كده بضيف اللي هو ايه، الماء المغلي. واخد بالي ان انا لما بحط الماء المغلي لابد الاحظ ان ما استناش فتره طويله وانا بحط عليها المكعبات التاج عشان ما تبخرش الايه المكونات بتاعها. هبدا اضيف عندي اللي هو الماء المغلي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدا اضيف الايه الماء الايه المغلي. اضيف الماء، طبعا الريحه بتطلع على طول اهي. اضيف الايه الماء الايه المغلي عندي اهو على البتلات. انا ضفت اهو كميه اكتر من حوالي، يعني دخلت على حوالي لتر الا ربع من الماء المغلي. وبعدين بشيل اي حاجه تكون في مع الرصافه مع البتلات، احط البتلات اللي هي ما حطيتهاش في البوله. بكون حاطط زي ما قلت لحضراتكم اللي هو ايه، تلج مجروش، وده بحطه فوق مصفى. المصفى ده مثقب من تحت، مش يعني المصفى ده مصفى مثقب من تحت. بروح مغطيبه الايه البوله اللي عندي بالتلج الايه اللي هو مكعبات الايه التلج. طيب بنعمل كده ليه؟ بنعمل مكعبات التلج في المصفى دي ليه؟ يعني بتبقى بديل عن المكثف اللي بيكون في المعامل او في المصانع، لان في طبعا المياه العطريه دي او الماء الورد خصوصا بيعملوه بحاجه بيسموها الانبيق البلدي، وفي ناس مصانع ثانيه بيشتغلوا على حاجه بيسموها الانبيق البلدي المحسن. بيطلع بيبقى اناء من النحاس او الاستانلس، بيبقى تحتيه نار. النار دي الاناء ده عفوا، الاناء ده بيكون فيه ميه، والميه ديت بيكون فيها قاع كاذب اللي هو بيسموه مصفى، بحط عليه البتلات وبعدين بيسخنوه من تحت، بيبدا يجمع من فوق كده ويبدا يودي لمواسير. المواسير دي فيها مكثف حواليه تلج او ميه بارده او ماء بارد، وبيبدا يجمع فيه قنينه او في اوعيه استقبال وبيسموها القابله. الحاجات دي يعني بتبقى بديل لل بتكون بديل للمكثفات والحاجات دي، بيكون عباره عن مكعبات تلج عشان البخار الميه، البخار اللي بيطلع من الميه اللي بيطلع الماء المغلي ما بيجي يطلع لتحت عشان يتسرب او يطلع فوق، بيبدا يقابله البخار الماء البارد اللي هو المكعبات التلج دي، تبدا تنزله تاني على مكونات الايه؟ مكونات الماء الايه؟ العطري اللي هو المياه بتسميه الماء الورد، بيبدا ينزل تاني. يعني كثفه يقوم قطرات ويبدا كده. طبعا ما اشيلوش بسرعه، يعني ايه استحسن يفضل اسيبه فترات طويله على اساس يكون ايه كل بخار الماء لحد ما تهدى وتبرد، على اساس كل بخار الماء اللي هو بدا يتبخر عندي يبدا يترسب تاني ما يطلعش بره اللي ايه البوله اللي عندي. يعني انا قلت ادي لحضراتكم فكره كده على اساس ان احنا اي حد ممكن يعمله في البيت. طبعا ماء الورد له استعمالات كثيره جدا، يعني ممكن بيخش في تنظيف البشره، البشرات طبعا بستعمل قطن عادي وبدهن بيه البشره بنضفها. طبعا براعي بس ما يجيش يعني نواحي العينين على اساس انه ممكن ياثر عليها، فبغسل بيه الوجه وبنضفه، وخصوصا طبعا الستات بيستعملوا الحاجات دي، بينضف الجسم. في ناس بتستعمله في غسيل الشعر، في ناس تانيه بتبدا تستعمله في تعطير المنزل، بيتعطر المنزل بيه بالكامل. وفي ناس تانية بتبدا يعني تستعمله برضه، بيخش في تعطير الحلويات وخلافه، لانه طبعا بيكون ايه امن في صناعه الايه الاغذيه وخلافه. يعني ممكن نعمل بيه حلويات، بنعمل حلويات ونعطر بيه بماء الايه الورد. دي طبعا فكره سريعه عن ماء الورد، استخلاص، طريقة استخلاص أو صناعة ماء الورد في الماء الورد في المنزل. يا ريت يكون الفكرة عجبتكم، لو عجبتكم حضراتكم طبعا هتعملوا لنا لايك وعشان الفيديو ينتشر، وهتعملوا لنا طبعا
اشتراك في القناه عشان تكبر بيكو. وطبعا احنا لسه هنكشف عليها على الحاجه دلوقتي ونبدا نصفيها. هي المفروض بتستنى فتره اطول، بتستنى فتره اطول على اساس ان الفتره الاطول ديت ان هي بتكون جمعت بخار الميه المتكثف اللي عندي وبتبدا ايه تقلل. هنشوف حضراتكم كده، المفروض نسيبها فتره اطول. احنا اهو بنشوف ال عند اهو بقلب كده في البتلات الازهار. طبعا بينزل صبغات من البتلات اللي عندي، بس بوري حضراتكم كده فكره سريعه. وبعدين ببدا اصفيها اهو، بصفيها، بصفي البتلات ديت، بصفيها اهو اهو، ببدا اصفيها اهو. وكل ما بسيبها فترة أطول يكون إيه أفضل. طبعا هرجعها تاني بعد ما أصور الفيديو لحضراتكم على أساس إن إحنا إيه بوري لحضراتكم الإيه الطريقة إزاي. بعد ما أوري حضراتكم طبعا المية لونها بيتغير شوية، طبعا لما كل البتلات لونها أحمر أو وردي بيظهر اللون أكتر. طبعا حضراتكم هي دي الإيه المياه الإيه العطرية أهي، أنا هصبها في كوب يكون شفاف أكتر على أساس يبان لحضراتكم اهي. يدي بتكون ليها ريحه مميزه وليها استعمالات طبعا في تنظيف الجسم والبشره والشعر، وبتدي له ريحه كويسه، وهو في صناعه اللي برضو الحلويات في الايه المنزل. دي اللي هي المياه العطريه اللي هي صناعه ماء العطر في المنزل. طبعا هرجعها تاني لحضراتها، هرجعها على اساس ان هي ايه تتكثف فتره اطول. دي اشوف حضراتكم شايفينها اهي، هرجعها تاني للبوله وهحط عليها اللي هي مصفه التلج، اللي هي مصفه التلج، المصفه اللي عليها تلج على اساس ان هي بتكثف كميه اكتر من المياه الزيت العطري اللي هو طالع او مبخر من بتلات ازهار الورد اهي. الطريقه بسيطه وسهله، يا لعل وعسى يكون عجبتكم الفكره حضراتكم، يعني تكرما وفضلا من حضراتكم ادعمونا بلايك واشتركوا في القناه زي ما اتفقنا عشان حضراتكم القناه تكبر بيكم. ادي حاجات بسيطه اهي، وبنبدا ان شاء الله نحط المكثف اللي احنا قلنا عليه اللي هو عباره عن مكعبات تلج بتبدا تكثف بخار الميه وتنزله تاني، تبدا تنزل القطرات اللي اتبخرت وتنزلها تاني في الايه الوعاء اللي هو بعمل بيه المياه العطريه او ماء الورد في المنزل. لعل وعسى يكون عجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.